وللحديث عن دلالات اعتراف الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عن قصف محافظة أربيل، معنا من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام برواري عبر الخط الهاتفي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بك. دكتور، ماذا يعني اعتراف الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن قصف أربيل بهذا الشكل وفي هذا التوقيت؟ نعم، تحية لك، تحية لأخواتي الأخوة المتابعين. فالحقيقة الرسالة لها بتصوري جانبين. هو أولا الهدف لم يكن لا السفارة القنصلية الأمريكية ولا ما يدعى بوجود مقرات سرية لكذا كذا. الواضح أنه هذا القصف هو رسالة إلى حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني. فشل مفاوضات إطار التنسيق وتيار الصدر التيران الشيعيان الذين يتخندقان واتخذان مواقف صعبه جدا. انا اعتقد كان يعني حافز لان تعبر ايران عن عدم رضاها عن المواقف التي اتخذها الحزب الديمقراطي في مساله تشكيل الحكومه وبمجمل المسار. ولكن هذا الهدف الاول انا تصور قمي، لأن أولا القنصلية ليست سكان في قيد الإنشاء ولا يسكن فيها أحد، وهي مجرد بناية يتم، والمنطقة التي قصفت هي منطقة يعني الصواريخ الحمد لله لم تقع في المنطقة، ولكن يعني الهدف القريب عن المنطقة هي مباني سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود. قيل إنها يعني قواعد إسرائيلية أو ما إلى ذلك، هل هذا صحيح؟ لا طبعا بالتاكيد لا، يعني القواعد الاسرائيليه اذا كانت موجوده كيف يكون لايران قنصليتان وحدها في اربيل؟ وهذا هذه اللغه منذ الثوره الايرانيه 49 هذه اللغه يعني نستمع اليها يوميا. نعم. حينها كانوا يقولون ان طريق تحرير القدس يكون بغداد لكي يبرروا الحرب مع بغداد. الحوثيون يحاربون في جنوب الجزيرة العربية بحجة أنه معاداة لإسرائيل. حزب الله في لبنان يهدم الدولة ويحط المؤسسات ويقول نحن ضد إسرائيل بينما إسرائيل جارة لهم. ثم يعني هم إذا كانت الحجة هي الضابطان الذين قتل في دمشق، لماذا لا يطلقون صواريخ على إسرائيل وهم على مبعد كيلومترات في سوريا منهم؟ لذلك هذا موضوع منتهين منه، لا احد ياخذه بجديه. هي رساله سياسيه الى حكومه الخليج الكردستاني. الهدف الثاني اللي اقوله هو ان مثل هذه الانظمه تعيش على خلق وادامه الوهم، يعني الترديد باستمرار انه هم اكثر اخلاصا لفلسطين من الفلسطينيين واكثر اعداء لاسرائيل من اعداء اسرائيل. هذا ممكن للتصويت المحلي قد يكون له صدى يمكن ان يعيش عليه بعض الايام، والا لنتذكر ايام الحرب العراقيه الايرانيه، يعني مشهوره الاسلحه اللي كانت وكتها والمساعدات الاسرائيليه تنطيها للجمهوريه الاسلاميه طبعا بالتنسيق مع الامريكان اذا كان هناك. وبعدين ايران السابقه، يعني ايران كان لها تاريخ طويل، يعني اعترفت كانت الدوله الاسلاميه الاولى اعتقد التي يعني الدوله الاسلاميه قبل اكتشاف الدوله اللي سكانها مسلمين اللي كانت معترفه مع اسرائيل وعندهم سفاره في طهران. لذلك لا يمكن ان يتاجر المرء مع الاقليم على ذلك. الاقليم اعلنها بكل صراحه وفي كل مناسبه نحن جزء من الدوله العراقيه، وطالما الدوله العراقيه ليست لها علاقه. على ذكر هذه النقطه المهمه دكتور عبد السلام، ما موقف او ما المتوقع ان يكون من موقف الحكومه العراقيه ازاء هذا الاعتداء الجديد؟ مع الاسف الشديد يعني هذه الحاله مستمره اعتقد من الثمانينيات، يعني حتى قبل 2003 كردستان تتعرض الى قصف مستمر. يعني هذه المره، يعني هذه التصعيد الاخير في السنوات الاخيره بالصواريخ، اما ايران مباشره او بالنيابه عنها تقوم بعض التصعيد المسلحه، هذا ليس هذا تطور جديد بالصواريخ. ولكن حدود كردستان الشرقيه تقصف باستمرار سنويا
قبل المدفعيه الايرانيه، والمنطقه الشماليه في كردستان تشهد قصف وحرق غابات وتغول تركي. ماذا يحدث في بغداد عن خجل في بعض الاحيان، مو في كل مره، يصدر بيان استنكار وسوف لن نقبل بان يهدد سلامنا كما ذهب. يعني حكومه بغداد ارسلت البيان رئيس الوزراء، ولكن موقف بغداد لا يتعدى ذلك. هذا مع الاسف الشديد، واتوقع هذه الحمله ايضا لن تشهد موقفا اشد من ذلك. لم نشهد ان الحكومه العراقيه تستدعي السفير الايراني. سابقا ربما كان الجواب انه من يقول ان الايرانيين هم الذي قادوا ذلك، لكن هذه بعد مقتل سليماني هذه المره الثانيه التي تعلن ايران نفسها بانها هي التي قامت بذلك. لم يتم استدعاء السفير الايراني، لم يتم اجراء اتخاذ اي اجراء مع الاسف الشديد. هذا اللي احنا وهذا ما قد يشجع ايران على مزيد من الاعتداء على اربيل وعلى غيرها من المناطق العراقيه. بالضبط. ايران شوف، ايران تحسب حساب، وصحيح ايضا بترد فعل امريكا ورد فعل الحكومه العراقيه، الحكومه العراقيه عاجزه طبعا. ايران بعد 2012 بعد ان قررت امريكا سحب قواتها فقدت اي نفوذ لها في العراق، والعراق بصوره مباشره او غير مباشره لا يمكن ان يجرى على خطوه تضر ايران. حتى امريكا يعني في الخليج روى الامريكان الايرانيون يقصفون يتخذون طائرات، ورد الفعل الامريكي رد باهت جدا، لذلك هم يلعبون بالضبط كما تفضلت، يلعبون على حساب رد الفعل المتوقع، ولا احد يتوقع رد فعل اخوه. لو افترضنا دكتور ان هذا الهجوم له اهداف، يعني ليس كما تفضلت ونحن نحترم وجهه نظره، ولكن له اهداف كما قالت ايران انها ضربت قواعد عسكريه اسرائيليه او ما الى ذلك، هل ثمت علاقه بينه وبين توقف المباحثات بين ايران وبين الجانب الاوروبي؟ ممكن كل شيء، ولكن هناك عديد من المصالح الاوروبيه يمكن لايران ان تبدأ من خلال الحاق الضرر بهذه المصالح من عدم رغبتها بتوقف العمليات. انا ما اعتقد ابدا، ممكن ان يتم تسويخها حتى من قبل بعض المحللين على ذلك الشيء، ولكن استهداف الاقليم واربيل بالذات لا يمكن لي. انا ايضا احترم موقف الاسرائيلي، ولكن لا يمكن لي ان افكر غير انها كالمرات السابقه رساله واضحه عدم رضا عن لا فقط المواقف السياسيه لاقليم كردستان. كردستان يعتبر جزيره منطقة الأوسط من حيث التعايش مع بعض، قبول الآخر، التعامل مع حريات المرأة، تعايش الديانة الأخرى، التوجه الذي يسموه توجه الصبغة الأوروبية الغربية، هذا كله مرفوض لا فقط من قبل إيران، حتى من قبل كثير من الأوساط المحافظة. لذلك أنا بتصوري لا زلت أقول هذا هو السبب الرئيسي، ولكن لا يمكن أن ننسى ما يجري حولنا ايضا. اشكرك يعني دكتور عبد السلام برواري الباحث والاكاديمي السياسي من عبر الخط الهاتفي من اربيل.